بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة السادسة في جيرونتولوجيكال نيرسينج، إعداد دكتور عايدة محمد السيد، استشاري طب المسنين ومدرس المادة في المعهد الفني الصحي بالمنصورة. Most common diseases in the elderly and the nursing intervention. First one is stroke. Very common disease in elderly. يعني من أشهر الأمراض الموجودة في المسنين، واللي تالت سبب للوفاة بين المسنين بعد أمراض القلب وبعد السرطانات. إيه الديفينيشن؟ الديفينيشن هو sudden onset of focal neurological deficit caused by vascular problems lasting for more than 24 hours and may lead to death. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن هو خلل مفاجئ في الجهاز العصبي بيتسبب بالأمراض ومشاكل في الأوعية الدموية، وإن الخلل ده بيستمر لأكتر من 24 ساعة. خلل ده قد يكون in the form of hemiplegia, hemiparesis يعني ضعف بسيط، تنميل خذلان، loss of consciousness أو كوما، أو even إنه فقد النطق وكمان فقد النظر. كل من أصغر حاجة لأكبر حاجة ممكن نيورولوجيكال ديفيسيت يكون. اللي بعديه هي ترانزين اسكيميك اتاك، اللي هي عبارة عن فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت، نفس الكلام، أي حاجة من أول التنميل والخذلان وفقد النطق والتلعثم في الكلام، وبسبب برضو فاسكولار بروبلمز، وبيستنى لأقل من 24 ساعة، يعني بعد 24 ساعة ما بتلاقوهش. مش مهم نفرق بينهم ازاي، لأن الاتنين مهمين والاتنين لازم نعالجهم، ولهم predisposing factors. ده ايه الريسك فاكتورز اللي بتحصل لهم؟ في عندنا ثلاث أنواع من الريسك فاكتورز. في منهم non-modifiable factors ما نقدرش نغيرها، وفي modifiable factors عن طريق changing lifestyle ممكن نغيرها، وفي medically modifiable factors عن treatment of and early detection of disease. non-modifiable factors اللي هي A زي الـ age، كل ما السن بيزيد وبيكبر وبيبقى advanced كل ما بيكون liability يبقى عنده risk factor للستروك، السن في حد ذاته. السكس الميل اكتر من الفيميل بيتعرض للستروك. الاثنيسيتي يعني الاصل او العرق، السود والاسيويين بيبقوا اكتر من البيض في التعرض للستروك. فاميلي هيستوري اوف بريفيوس اتاك، ان يكون عنده قبل كده في العيله حد جاله ستروك قبل كده، او يكون حصل له تي اي اي، فهو احتماليه المسن يحصل له برضو ستروك. other vascular disease يعني لو عنده DVT، لو عنده coronary problems، كل ده او عنده atrial fibrillation، كل ده بيؤدي في النهايه بيبقى risk factor للستروك. modifiable factors، ودي اللي لازم ان احنا كلنا نفهمها كويس، ان احنا ممكن نغير الريسك فاكتور ده عن طريق changing lifestyle. ازاي؟ ان احنا نغير نمط الحياة، avoid smoking والالكوهول، الobesity نحاول ننزل الوزن شوية، and نشجع المسنين على العمل physical activities، نشجعهم ياخدوا healthy diet. واحنا كلنا عارفين ان الhealthy diet بتاع المسنين هو عبارة عن low fat low salt low carb في بعض الأحيان، نقلل الكربوهيدرات شوية، و high fiber diet و high fluid inclusion للدايت. كمان ال chronically modifiable factors ال early and detection and treatment of chronic illnesses زي الديابيتس وزي أي vascular أو الهايبرليبيديميا وكل المشاكل دي. إيه هي النيرسينج interventions اللي لازم إن احنا نعملها كتمريض؟ اول حاجه ان احنا when indicated، لما الدكتور بيشرح ان لازم المسن ياخد thrombolysis therapy، ده الحاجات اللي بتدوب الجلطات. ثانيا ان لو ما فيش هيمورج برضو نسارع ونديهم الاسبرين. ثالث حاجه monitor the level of consciousness واسس السوالوينج prevent pressure ulcers، لازم اشوف الليفل اوف كونشسنس بتاعه، لو هو سيمي كونشس ولا هو فايق ولا هو ان ديب كوما، عشان على اساسه هحدد انا هديله نيوتريشن ازاي،
واساسه اقدر اعرف واقول للدكتور المسن دوت ايه يا دكتور البروجنوسيس بتاعه، واعرف بالظبط الدنيا هتمشي ازاي. اسس السوالوينج عشان لو ما كانش بيبلع خالص طبعا، يا اما بنعمل له رايل تيوب فيدنج، يا اما بنديله اي في فلويدز حسب الحاله اللي عندنا. تو بريفنت بريشر ألسرز برضو في الكوماتوز بيشنتس لازم بالايرلي موبيلايزيشن للبيشنت العادي، انما الكوماتوز اللي احنا نقلبه كل ساعتين ونحاول نحط له هيل بروتكتورز وهكذا. المونيتور بلاد بريشر ده مهم قوي، لان في حالات الاستروك ساعات المسنين بيجوا بفيري هاي بلاد بريشر، فاحنا ما بننصحش ان احنا ننزله فجاه كده علشان ما يحصلش برين اسكيميا، بس لازم ان احنا نعمل له مونيتورنج. كمان ان احنا نعمل ندي اكسجين للناس اللي عندها هايبوكسيا، ندي هايدريشن، لازم ندي اي في فلويدز، او لو بيشرب اورال نديله اورال. الجلوكوز should be measured لان الجلوكوز هو الـ only supply of nutrition for the brain، وبيقلل كمان لما بناخد الجلوكوز بيقلل لما نكون maintaining blood sugar normal بنقلل الإديمة اللي حوالين الـ area affected in the brain. كمان لو في بايركسيا، في ارتفاع درجة حرارة في المسن، اول ما بيجي المسن وبيكون عنده بايركسيا ده بيبقى bad sign ان الستروك دي severe، وإنما لما بتظهر البايركسيا بعدين ده معناها إنه جاله إنفكشن، يا إما الموست كومن هو اليورين تراكت إنفكشن and نمونيا. الإيرلي موبيلايزيشن كل ما نقدر نقوم المسن من السرير علشان نتفادى جلطات الساقين والجلطات الرئة يكون أحسن. بريفنت إنجري دورينج سيجر أتاك، بعض البيشنس اوف ستروك بيجي لهم ابيليبتيك اتاكس، وفي الحاله اللي زي دي بنحاول نمنع ان هم انجري ذيم سيلفز او ان هم يصيبوا نفسهم باي جروح او مشاكل او كسور. الباول اند بلادر كير نشوف في امساك في انكونتيننس اوف يورين، وحذاري من حط الأسطرة في الأول خالص لأن لازم الأسطرة يكون لها إنديكيشن، وكمان إن ممكن استخدم البامبرز لحد ما يبقاش في أي مشاكل أخرى تحصل عشان نتفادى اليورين تراكت إنفكشن. الفيزيوثيرابي نشجع قوي إن المريض ياخد فيزيوثيرابي عشان نعمل له إيرلي موبيلايزيشن وإيرلي ريهابيليتيشن. ده التاني مرض من common diseases in elderly هو cardiovascular disease، اللي هو زي اي امراض كرونيك بيبقى معظم الريسك فاكتورز فيها الادفانسد ايج، كل ما السن بيبقى كبير كل ما بيكون عنده liability يحصل له cardiovascular disease. كمان accumulation of bad lifestyle طول السنين، يعني مسن بالسنين الطويله دي عايشها وهو عايش بباد lifestyle، يعني ما فيهوش رياضه، الاكل مش كويس مش healthy، بيعمل smoking، كمان environmental factors بتاعته عنده عايش حياه كلها ستريس وهارش circumstances مش بتساعد ان هو يبقى relaxed، فده بيبقى عرضة اكتر للكارديوفاسكولار ديزيز. كمان عندنا الريسك فاكتور ان بيحصل دايما مع المسنين هاي ريتس اوف كورونيك انسس تانية غير الكارديوفاسكولار، يعني ممكن هايبر ليبيديميا، هايبرتنشن، دايبيتس ميليتس وهكذا، اللي بيحصل نسب كبيرة منهم. الايج اسوسييتد تشينجز ان كارديوفاسكولار سيستم، يعني دايما احنا كنا بنتكلم على النورمال ايجز في الوحده الثانيه، النورمال ايجينج تشينجز في كارديوفاسكولار سيستمز، بنلاقي السيستم بنتلاقي عندنا النارينج اوف ذا بلاد فيزلز والاثيروسكلروسيس وتصلب الشرايين والارتيريوسكلروسيس، وكمان الفالفز بتاعت الهارت بتبقى ثيك ونارود، وكمان عندنا liability for hypertension. فالكلام ده كله ده normal finding، النورمال finding دي بتبقى risk factor للcardiovascular disease. ازاي اعمل reduction للrisk factors؟ بسيطة جدا، ان احنا بعمل management للhypertension، بعمل management للdiabetes، وبقلل الكوليسترول، بقلل السموكينج، واعمل exercise. البيت ريست في الكارديوفاسكولار ديزيز لازم اخلي البيشنت يعمل بالانس بين بيد ريست
واكتيفيتيز، والاكتيفيتيز دي المينيمال اكتيفيتيز عشان افويد الديسنيا. كمان الليفيشن للبيشنت ليكس اثناء ما هو قاعد على كرسي لازم اخليه رافع رجليه قدامه عشان امنع اللور ليمب اديما واحسن الايه الفينس ريتيرن اوف ذا هارت. المرض الثالث اللي هو الدايبيتس، وكلكم درستوا الدايبيتس طبعا. الموست كومن تايب ان الدرلي السكندري دايبيتس ميليتس. سببه ايه؟ في ادويه زي الستيرويدز الكورتيزونات والمدرات البول زي الدايريتكس بالذات، في بنكرياتيك ديزيز زي الكرونيك بنكرياتايتس التهاب البنكرياس المزمن، في اندوكراين ديزيز زي كوشينج ديزيز، والكوشينج ديزيز ده في زياده لافراز الريليسينج فاكتور من البيتيوتري جلاند اللي بتاثر على الادرينال جلاند عشان تفرز كورتيزون زياده في الجسم، فبتؤدي الى الويت جين وبتجيب امراض زي الدايبيتس. كمان الهايبرثايروديزم ده زياده افراز الغده الدرقيه اللي بتدي سيمتومز اوف اريتابيليتي والتاكيكارديا والاريثميا، وممكن كمان تدي اكسوفثالمس يعني كحوس في العينين، وتعمل كمان اريتابيليتي والشخص يكون انكشز وعنده انسومنيا وهكذا. وفي النهايه لو احنا ما عالجناش الهايبرثايروديزم ممكن يحصل معانا دايابيتس او يحصل معانا كارديوفاسكولار اريثميا. دايجنوستيك كرايتيريا للدايابيتس كلكم عارفينها طبعا، وهي ان احنا عشان نشخص دايابيتس لازم يكون في حاجه او حاجتين من الحاجات اللي احنا نقول ثلاثه دول. يكون في سيمتومز اوف بوليوريا بوليديبسيا بوليفاجيا، بياكل كتير بيشرب كتير بيتبول كتير، والراندم بلاد شوجر العشوائي بتاعه السكر العشوائي بتاعه يكون اكتر من 200 ملي جرام بير دي سيليتر، او يكون الفاستنج بلاد شوجر بتاعه اكتر من 126 ملي جرام بير دي سيليتر، يعني هو صايم يكون اكتر من 126. انتوا عارفين ان النورمال من 80 ل 120، او ان انا لو عملت 2 اور بلاد جلوكوز تيست بتلاقيه اكتر من 200 ملي جرام بير دي سيليتر، يعني بعد ما يخلص اكله. خدوا بالكم التيست بيتعمل ان المريض لازم يصوم 8 ساعات اللي هو الاورال جلوكوز تولرنس تيست، يصوم 8 ساعات وبعد كده ناخد منه البلاد سامبل وبعدين نديله 75 ملي جرام من الجلوكوز يشربهم مع شويه ميه، وبعد ساعتين ما يشرب الميه دي بالجلوكوز بناخد له عينه تانية بنسميها بوست برانديال بلاد شوجر بعد ساعتين بالظبط ونشوف. لو كانت اكتر من 200 ملي جرام بير دي سيليتر فده موست بروبابلي ان هو عنده دايابيتس. طيب هنيجي بقى ايه المانجمنت والنيرسينج انترفينشن. بسيط جدا، الدايت لازم يكون فيه نغير الدايتري ستايل بتاعه ونعمل له ويت ريدكشن في اللي هما الدايابيتك اللي عندهم اوبيزيتي. كمان ان احنا نعمل نصيحة من بتوع المسنين دكاترة المسنين، ما نعملش سيفير دايتري ريستريكشن للفريل اولد بيبل، الناس العواجيز اللي هم عندهم فتيج وعندهم ديمنشيا وعندهم جيت بروبلمز وعندهم فيجن بروبلمز وعندهم كرونيك انسز. الفريل اولد بيبل دول مش لازم نعمل لهم سيفير ريستريكشن، مش كل حاجة نقول لهم بالجرام هتاخد ده وهتاخد ده وهتاخد ده، لا لازم بنديهم شوية حرية. تاني حاجة الهيلث إديوكيشن فور بيشنت اند فاميلي اند كير جيفر، كلكم عارفين عن المرض وأعراضه وإزاي نتفاداه وإزاي نعالجه. وبعدين في انترفينشنز تانية اللي مهمة زي الإكسرسايز عشان أحسن الإنسولين سنسيتيفيتي والويت لوس، وأعمل السموكينج يبقى سيزد أو ستوبت، وكمان اخلي المسن اللي هو قاعد في المستشفى يبقى عنده جرس علشان غالبا بيحصل لهم يا اما هايبوجلايسيميك اتاك بعد ما بياخدوا انسولين بالليل، او هايبرجلايسيميا، او في محاولته انه يقوم من السرير وهو يعني دراوزي بيحصل له فول. اخر مرض هو
الالزايمر ديزيز. الالزايمر ديزيز نفسي الناس ما تنطقوش تقول عندي زهايمر، ونفسي ينطقوه صح، الزايمر ديزيز. والالف واللام دي مش الف ولام تعريف، ده اسم العالم اللي اكتشفه سنة 1906 اسمه ألويس الزهايمر. الالزهايمر ديفينيشن بتاعه هو chronic progressive decline in intellectual function due to degeneration في cerebral cortex. يعني ايه؟ يعني هو مرض بيزيد كل شوية، مزمن، بيحصل فيه نقص للقدرات العقلية للإنسان، ونتيجة كل ده مشاكل حصلت في السريبرال كورتكس. السيمتومز بتاعته دايما بتشمل جراديوال لوس، تلاقي الميموري الريسنت ميموري الأول تروح، الذاكرة القريبة تروح، وبعد كده بتروح الذاكرة اللونج تيرم ميموري القديمة، وبعد وكمان يحصل معاه personality behavior changes، وبيحصل معاه cognitive function loss، واللي منها اللانجوج والorientation والorientation to persons time place، وكمان بيحصل الwriting والreading بيتأثروا كتير. سببه الحقيقي real cause بتاعه is not known، بس ليه بعض العوامل ممكن تساعد على حدوثه زي الـ deficiency of neurotransmitters في البرين زي الأسيتايل كولين. يعني ده أكتر حاجة العلماء اكتشفوا إن الكيميكال نيوروترانسميتر أسيتايل كولين هو سبب كبير من أسباب الـ death of brain cells. كمان الساينز والسيمتومز قسمناها لمرحلتين، مرحلة early ومرحلة late. الـ early stage بيبقى فيه نسيان خفيف، forgetfulness خفيف، بيبقى فيه difficulty ان انت تتعلم المسن يعمل اي حاجة، new learning difficulties. نمرة تلاتة بيبقى فيه deterioration في personal hygiene. نمرة اربعة بيبقى فيه impaired smell، حاسة الشم، وكمان اللي concentration بتاعه ضعيف جدا ومش قادر يستوعب اي معلومة بتدهي. في الليت ستيج بيتحول الموضوع لسيفير ديتيريوريشن، بيبقى فيه difficulty in abstract thinking and judgment، يعني مش عارف يفكر، مش عارف ياخد القرار الصح. يعني لو هو مثلا ماشي وواحد جاي يهجم عليه ما بيتحركش من مكانه، مش عارف يلبس ايه قبل ايه، الفانيلا ولا البيجامه الاول، ولا يستخدم ده في ايه، ولا يحط ده فين، مش قادر يحكم على الامور. في سيفير ديكلاين في الميموري واللانجوج، بتروح الميموري الشورت تيرم ميموري وبتروح اللونج تيرم ميموري، كمان اللانجوج بيتاثر، لا عارف يقرا ولا عارف يكتب. ريستلسنس، طول النهار يلف حوالين نفسه ومش ثابت في مكان. ديس اورينتيشن، مش عارف احنا الصبح ولا بالليل، مش عارف بنته من مراته، مش عارف المكان اللي هو قاعد فيه. لابايل ايموشنز، المشاعر كل شويه بتتغير، شويه يضحك شويه يصرخ شويه يخرج بره باب الشقه ويروح اماكن غريبه ويتوه. sleep disturbance and gait disorders، اللي دايما بيقوم من النوم بالليل وعنده انسوميا، ما نامش كويس، لما بيجي يمشي كمان ممكن يقع لان الجيت بتاعته بتبقى unstable. impaired stereognosis، اللي هي عباره عن احنا الطبيعي، الستيريوجنوزيس الطبيعيه النورمال هي لما انا امسك مثلا قلم في ايدي حتى وانا مغمضه اقول ده قلم، وبستخدمه في ايه، في الكتابه، اما بمسك تليفون ده تليفون، وبرفع السماعه على ودني، انما الكلام ده الستيريوجنوزيس بيروح خالص عند عند البيشنتس اللي عندهم الزهايمر. التريمورز، رعشه في الايد او في الرجل. بوزيتيف سناوت ريفلكس، ده يعني عمليا بصراحه ما بيبانش مع معظم الباركنسونيا سوري الزهايمر بيشنتس، اللي هو سناوت ريفلكس، اللي انت تضغط في وسط الشفه العليا بتاعه المسن، هتبص تلاقيه يشد شفته لقدام اكنه بينفخ في خرطوم مثلا او بينفخ في حاجه، دي بتبقى بوزيتيف عشان البرين دامج. يورينري اند فيكال انكونتيننس، illusions and hallucination، بيقعد يتخيل اشياء، يفسر ان التمريض ان بيسرق حاجته، يقول ان مراته هتحط له السم في الاكل، يجي له hallucination، visual hallucinations، اكنه شايف تعبان على السقف، اكنه شايف مثلا مراته قدامه وهي مثلا متوفاه من سنين.
او اوديتري يقول لك انا سامع صوت قطر، انا سامع صوت مزيكا وهكذا، وهي بتبقاش موجوده. وفي الاخر خالص بتحول لاوفر ديبندنس على الكير جيفرز، كومبليت ديبندنس على الكير جيفرز. نقول الاخر سلايد بيتكلم ايه النيرسز لازم تعمل ايه في الزهايمر ديزيز. انها اول حاجه بتدي الدراكس از اوردرز، وزي ما احنا قلنا انا بستريس على النقطه دي ان مفيش ولا دواء بيشفي من الزهايمر سو فار. كل الادويه الموجوده عشان تعالج سيمتوماتيك، تعالج اي اعراض موجوده، او انها بتحاول تبطئ البروجريس بتاع الديزيز، تبطئه شويه، بس على شرط يكون مكتشفينه من بدري جدا. استخدم كمان الليكويد فورم لو في حاله مسن مش قادر يبلع كويس، لان كتير من الالزهايمر بيشن بيجي لهم سوالوينج بروبلم، لازم هنعمل لهم كراشنج للتابلتس، نسحقها كده نحولها للباودر، او ان احنا نديله لو الدواء ده منه سائل. المونيتور فلويد طبعا حدد تشوف المسن بيشرب قد ايه، بياكل ايه، لان في بعضهم بيهمل الاكل خالص عشان الانوركسيا اللي بتبقى عنده، وفي بعضهم العكس بيبقى بيحتاج ياكل كتير لانه بيبقوا عندهم فريشوس ابيتايت شهيه جدا، وبيتحركوا كتير وبيبقوا ريسلس فبياكلوا كتير. ودي ايموشنال سبورت، بروتكت بيشنت انه انجري هيم سيف، لازم احط له سيف انفايرمنت ما يكونش فيها كراكيب، ما فيهاش حاجات شارب، ما سيبلوش السكاكين في المطبخ، ما سيبوش يفتح البوتاجاز لوحده. انكارج اكسرسايز واكتيفيتيز طبعا عشان نستمر في الموبيليتي. هيلب بيشنتس ان هم يعملوا الدريسنج والباسنج لنفسهم ونساعدهم فيها. تيتش البيشنت تو كل المعلومات عن مرض الالزهايمر وكمان الفاميلي، وكمان ابريشيت الكير جيفر ايفورت، يعني ما تلاقي الكير جيفر بيجي لنا في العياده ويقول انه بيهتم بالمسن وبيعمل له وبيعمل له عشان ما يدخلوش مستشفى، لازم ان انا اعبر له عن مدى تقديري لهذا المجهود. ده اهم حاجه في الوحده السادسه واحنا لخصناها. شكرا جزيلا وتمنياتي بالتوفيق.